فين اسم الفيلم والعناوين؟ مفيش. طب والفيلم ذات نفسه؟ مفيش. والناس اللي قاعده في السينما دي هيتفرجوا على ايه؟ مفيش. كلمهم اعتذر لهم. اعتذر لهم عشان يروحوا وياخدوا فلوسهم؟ ما انا عارف انتوا عايزين تخربوا بيتي. انا ماليش دعوه، انا مخرج وبس، انت المنتج وصاحب الفيلم، اتصرف. اتصرف؟ طب انا هفتح نفوخك. ايه ما يصحش. جمهور. صحيح، حضرات الجمهور، انا اسف، اذا انا بعتذر. يظهر مش هنقدر نفرجكم على الفيلم في الحفله دي. قولولي ليه؟ قلتولي ليه؟ لان الفيلم ذات نفسه مش جاهز، حتى الاسامي والعلاوين اللي بتطلع قبل الفيلم مش جاهزه، ما جابهاش مدير الزفت، مدير الانتاج. من فضلك يا استاذ فيومي. مدير الانتاج مالوش دعوه، الاسامي وصلتني دلوقتي بس. اتفضل جاهزه. وريني يا سيدي، فرجني عليه. حاضر، هفرجك عليها حالا. طيب حس كده يا حضرات، اتفضلوا بقى اقروا انتوا العلاوين، وفي المده اللي بتقروا فيها دي اكون انا جهزت الفيلم. ايه ده؟ انت سايب دي على بياض ليه؟ فين اسم البطل والبطله؟ انت نسيتهم؟ لا بس عشان امال ايه؟ اتكلم. طيب اصل قلت يعني نسيبهم كده لحد ما نعرف مين اللي هتمثل بدل سعاد حسني. يا نهار اسود، بدل سعاد حسني؟ ده لا يمكن ابدا. اصلها اعتذرت عشان مسافره. مفيش سفر، السفر يتلغي. يتلغي ازاي؟ دي زمانها دلوقتي في المطار. المطار يتلغي؟ طيب بتقول ايه يا بني ادم؟ في المطار وانت واقف قدامي كده؟ يلا على المطار قدامي. يلا بطه، يلا بينا. وبعدين بقى احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني. مش المفروض انكم كنتوا تبتدوا تصوير الفيلم ده من شهرين؟ انتوا اللي اتاخرتوا، انا ذنبي ايه؟ انا عندي ارتباطات تانية ولازم انفذها، يا اما تستنوني زي ما استنيتكم، يا اما بقى
تشوفوا لكم واحدة تانية. عن إذنكم أحسن الطيارة هتقوم. باي باي. مع السلامة يا ست هانم. تروحي وترجعي بالسلامة إن شاء الله. أنت بتقول إيه؟ بقى شايفها هتركب الطيارة قدامك. قول لها معاك بسلامة يا بجم. طبعاً. أنا خايف أنتوا عايزين تخربوا بيتي. قدامي. أيوة. قدامي. الطيارة طالعة. يلا روح حضنها. يلا بينا. يلا. لكن انت اتاخرتي كده ليه؟ كنا في المطار عشان نلحق سعاد حسني قبل ما تسافر. ولحقتوها؟ ايوه، لكن سافرت برضه. يبقى بالشكل ده الفيلم هيتاجل وتقدري تاخدي الاجازه. للاسف مش هيتاجل، لازم يصوروا على طول. ازاي هيصوروا من غير البطله؟ احنا مالنا بقى؟ يظهر هيدوروا لهم على وجه جديد. يلا بينا. واحده غيرها ازاي بس يا استاذ؟ الدور مكتوب لها هي، متفصل علشانها. يا سيدي نقيفه، نوسعه، نضيقه، بس المهم نشتغل، عايزين نصور. انا جاتلي فكره. ايوه خش عليا بافكارك النيره اللي هتوديني في داهيه. لا من فضلك، انا افكاري طول عمرها لامعه براقه، هنا في مخ مش فرد الجزمه. اتفضل كمل، قول عايز تقول ايه. بقول نجيب واحده وجه جديد ونعمل لها الدعايه اللازمه ونصرف لها كده حوالي 5-9 آلاف جنيه. انا مش بقول لك انت عايز تخرب بيتي. وجه جديد ايه وقديم ايه ونص عمر ايه؟ يا جدعان انت عايزين نشتغل، عايزين نعمل فيلم، الله يخرب بيتكم. والله فكره مش بطاله، وجه جديد احسن. هلو مستر افيش سبيكينج. وات؟ ها؟ نعم؟ ازاي؟ ليه؟ فين؟ امتى؟ ياه! كده؟ اه! كده؟ اه! طاي مين اللي كان بيكلم في التليفون دلوقتي؟ لا ده الاستاذ وجيه بطل الفيلم، مش هيقدر يجي دلوقتي. ليه ماله؟ جرى له حاجه؟ لا مفيش، هو بس الكلب بتاعه جري منه قدام عربيه. يا سلام، بقى عشان حته الكلب جري قدام عربيه ما يجيش. لا هو مش علشان الكلب، هو اصل الكلب لما جري منه قدام عربيه قام هو جري وراه فطصته العربيه. مين الكلب؟ لا الاستاذ وجيه. جرى له حاجه؟ لا سليمه ان شاء الله، هما بس نقلوه المستشفى ومش هيخرج منها قبل 15 أشهر. يا نهار اسود، والفيلم؟ يبقى مفيش غير حل واحد بس، انا المخرج وانا المسؤول. نجيب البطل والبطله وجوه جديده ونعمل لهم الدعايه اللازمه. وانا كان مالي ومال السقيمه، صحيح من ساب جاره وتقل مقداره. لا مفيش، انا قصدي احب اعرف ان انا على القطار. اتفضل معانا. وبعدين بقى؟ فعلا الدوري لازم ناخده السنه دي. دي حاجه تنرفز خالص. عندك حق، والكاس الاخر لازم ناخده. يا فندي يا فندي، انا بتضايق لما اقرا الجورنال وحد يبص فيه. وانا اخر والله. خدوا خدوا جدك البلا بشكلك. وانت من اهل. بس هو ده شكل كده؟ طبعا مفيش غيره. ومن فينا اللي هيعملها؟ احنا الثلاثة، واحد يمين واحد شمال واحد من فوق. يلا بينا. يلا. آه.
ما فيش. ويل اقرا اقرا. ايوه مش كنت بتقرا دلوقتي؟ طب سلام عليكم. رايح فين؟ ايه مش عايز اقرا. مش عايز يعني ايه؟ واحنا بنلعب؟ وبعدين بقى لا ابعد السلاح يا متهور. امال الجراد عملوها ليه؟ ولا لقيته؟ لسه شوف عندك. ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. مش بتدور على فلوس؟ فلوس ايه؟ مش حضراتكم حرامية؟ لا يا استاذ احنا بندور على شغل. قولوا كده زي يعني. انا بقى سبقتكم وقدمت في وظيفة تعمير الصحاري. وظيفة؟ وظيفة ايه يا اخ؟ احنا بتوع وظايف برضو؟ ها؟ ولا لقيته مطلوب وجوه جديدة لبطولة فيلم كبير. بس هو ده فعلا. كمل يا رابا. جورنانك اهو. جورنان ده ولا حكايه؟ يا حبيبتي يا زوبة. الله عجايب. دي راحت فين يا اخواتي؟ يعني صوته انشق وبلعها؟ بس قفشتك. مفيش غيرك اللي لطشها. هي مين؟ المعزة يا ضراري. انا عارف انك منصدر عليها من زمان. انا؟ ايوه انا بالظبطك كذا مرة وانت موديها على قطة علشان تسرق لبنها. وديتها فين؟ اتكلم. ما وديتهاش، ما شفتهاش، حتى فتشتي. افتشك؟ اول وهو افتشك فيك. طب وشرف امي لو اتضحت انك انت اللي لطشها لضربتش حبابي عينيك دول. يلا حوف الله. طيب طور دلوقتي بقى خلينا في المهم. نتشيك بقى ونتوضب عشان نروح نسأل على الوظيفة. عالي اخو نشف. دلوقتي بقى انهي جرافات تطلي عليها؟ قال يعني في غيرها. ايه ده؟ يا نهار صاحبك مهبب. تعالي انا اهو. ايه ده؟ كده اهو. طب عاوز الجرافات اليتيمة لعيلتي. ايه؟ ما ده تدفعي ثمنها يا البحت. دبح. فكرها ايه؟ هي دي برسيم طبيعي؟ دي حرير طبيعي. يا نهار اسود. الطور وصل. هيلاقي جسم الجريمة هنا. طب اوديك فين؟ اوديك. خش يا ماما. خش. اقول لك تعالي اهو. تعالي. خش يا ماما. خلاص خالص. وبعدين بقى خدي سد بوقك. ايوه. اهلا اهلا لطيف. ساعة لما تفتح. معلش اصل كنت فاكرك صاحبها. ايه دي؟ المعزه. انت لطشت لبانها النهارده كمان؟ ابدا والله. هي يظهر حبت تزوغ من المدرسه، جت استخبت عندي، دور عليها صاحبها ما لقاهاش، افتكرني سرقتها. ما تتهددي بقى وتسكتي. يا نهار اسود. لطيف اديني كرافطه. ليه؟ اصلها جعانه وما بتسكتش غير بكرافطه. انت بتاعها صاحبي. خش هنا عشان خشني. يا رب اشوف الجاموسة. طيب ايه في ايه؟ اوعى مساء الخير. اهلا وسهلا بروس. اوعى. مش هنا. وحياه بعزيتك عندي. ما هي هنا يا خلاص. وحياه بعزيتك. قلت لك مش هنا. يعني مش هنا يعني انا كذاب. انا سامعها بنفسي. ده مش صوتها. امال صوت مين؟ صوت الاستاذ لطيف. ايوه يا اخي. مين؟ استاذ لطيف؟ ها؟ امال الاستاذ لطيف بيمقمق؟ ساعات يعني بيكون عطشان يقوم يمقمق. نعم. ايوه يا اكسلانس انا دايما لما اكون عطشان تريني امامك. طب ما حاضر. لطيف انت مش عطشان؟ ايوه طبعا عطشان. طب مقمق. طيب مقمق يعني ما مقمقش. عجاني. خلاص يا سيدي خلاص. ما تسكت صاحبك ده. صعب قوي. ما هو اصله ما رضيش يديني الكرافطه يا عم. خلاص
بتمعمع انت كمان تكونوش قريبها. ايه 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 انت هتقلبوني ليه؟ ايه طب انا سالك بقكم دلوقتي امال الحس ده ايه؟ الله المعزه زمانها جت في المدرسه وضروري توحشتها. معزتي؟ صوبة حبيبتي يا حلاوه حلاوه اوعى يا غدا يا هبل. اما راجل غبي بشكل وانت رخم من ساعه ما كلمتني بالتليفون لحد دلوقتي ما لبستش ليه؟ معلش زوجك كانت معطراني شويه. حالا دي واحده غير القميص والبدله. بدله دي بدله حقيره جدا ما تليقش. حقيره ده ايه؟ وانا راح اتجوز ولا راح اتوظف؟ ما هو مش معقول واحد وشخصيه خطيره زيي يقدمك المدير وانت لابس بدله بالشكل ده. خلاص بلاش اتوظف. بلاش توظف ايه تراخ؟ اسمع انا عندي فكره. ايه؟ انت خد الكارت ده. ايه؟ البسه وروح بيه للمدير. بس تروح للمدير ايه تراخ؟ انت تعرف الست فوزية حجازة بتاعت الملابس؟ عارفها. تروح لها بالكارت ده. اول ما هتقرا اسم على الكارت هتدي لك ادى البدله عندها. لا يا شيخ. تلبس البدله وتقابلني في الكافيتيريا اللي جنبها. ها؟ هخلص انا مشغول كده وارجع لك. باي باي. كله يبل ويشرب ميته، بس لما اشوف النصاب ده تلات بدل مأجرهم بقاله ست اشهر مرجعهمش لحد دلوقتي. ايوه بس مفيش حاجه هتطلع من هنا من غير راه. سامع راه؟ ايوه بس كلمه واحده، عاجبك عاجبك، مش عاجبك اتهوى من هنا بقى. يلا وخلصنا. يا حراميه يا نصابين، وانا فاتحاها ايه؟ وكاله؟ الكارت ايه؟ الله، ايه ده بقى؟ ساعة في الحمام؟ لذيذ موت. نعم، اللي هو ايه ده بقى؟ الدش. ما عندكيش فكرة المية طعمها قد ايه؟ طب خليكي بقى انت يا حبيبتي في ميتك وانا نازلة. اغسلي عليكي يا بطة، دول كلهم خمس دقايق وهلبس وتوصليني في سكتك. ما اقدرش، مش ممكن يا عزيزة، انت عارفة ان النهاردة عندنا مسابقة الوجوه جديدة. الله، اخي ايه في ايه؟ بقى هتروحي المسابقة بالفستان ده؟ لا 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 لا، ايه ماله ماله؟ ده مكان مش خالص. منين والنبي؟ اهو شوف يعني انا ده بس مش خالص. تعالي بس استنى يا شيخة تعالي. ما تسكت ولا كلمة ولا حركة منك. لا انا والله العظيم انا عصبي. انتوا فاكرين نفسكم فين؟ احنا تلاتة عدفنا تلاتة وما طلعناش من الاصل تلاتة. احنا تلاتة واصلنا واحد بس انما ضربوك تلاتة. كل حسبة بسرعة بسبة عملوا النسبة لابونا تلاتة. على كل حسبة بسرعة بسبة عملوا النسبة لابونا تلاتة. احنا تلاتة 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 تلاتة. احنا تلاتة 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 تلاتة. احنا تلاتة عددنا تلاتة. اسمع يالا، مش دي لجنه الوجوه الجديده؟ ايوه ليه؟ يبقى خلاص. بس ايه ده؟ ايه عايزين ايه؟ عايزين نمتحن. ايوه، لكن المطلوب بطل وبطله وبس. خلاص، ادي البطل وادي البطله وانا البس. لا يا ابني، لا لا لا، ما ينفعش. ارجوك ما استعطفك. احنا نتوسل اليك. تعرف لو المخرج شافنا، لو المخرج شافنا هيفض المولد ده كله وهياخدنا احنا الثلاثه بس. يلا بس انت اتكل على الله كده، ها، وانا هشوفك بعدين. يلا يا راجل اتكل. طب يا طب اسمعوا، تقعدوا هنا ولا كلمة. ولي بيننا هناخد المسابقة. أنا عندي فكرة تخلينا ناخد المسابقة دي 100%. إيه هي؟ ولو إن ضامن المسابقة يا أستاذ. أيوة. إلا إن إيه هي الفكرة دي بقى؟ نمرة واحد، أمر العجلات، تفضل.
عليكم السلام يا ابا. ايه قول. محسوبك الاستاذ انور العجلاتي كان زميل الاستاذ عبد الحليم حافظ في المدرسه سوا، وكان انا اللي بغني وهو اللي كان بيقلدني. تاني وقلدني لغايه ما غنى وبقى مطرب وربنا سهل له. انا قلت ما دام الاستاذ عبد الحليم حافظ بقى مطرب كويس الحمد لله، روح انت التمثيل. ودخلت التمثيل وعلى الله ادار الاستاذ رجا باظه في الافلام، وانا الحمد لله اي فيلم بخشه بحفظه، لدرجه ان انا اقدر اقول لكم على المونولوج المشهور في روايه عواصف اللي البطل فيه كان بيشتغل مهندس في الصحراء، اللي دخل على مراته واتجوزها وكانت امها صاحبه البيت اللي كان ساكن فيه ايام ما كان طالب في كليه هندسة زمان، وحبها وخطبها واتجوزها. وفي يوم دخل البيت لقى ابن خالتها قاعد عندها. ازاي ابن خالتها يقعد عندها مع ان ابن خالتها يبقى ابن خالتها وامها تبقى خالته؟ ازاي يكون قاعد عندها؟ وبعدين لما زعل خالص، مع انه علما من هو لما كان ساكن في البيت ايام ما كان تلميذ في كليه الهندسه وحبها وخطبها، ما كانش يعرف ان ابن خالتها ده بيجي عندهم خالص. وبعدين امها ازاي تبقى مش موجوده في البيت وابن خالتها يقعد عندها؟ وبعدين هو لما عارف ان لما امها قالت له ان هي اللي تبقى حماته، لما قالت له ان قبل ما تتجوزها انت وتخطبها كان ابن خالتها خطبها وكان عايز يتجوزها هو. وربنا ما انا فاهم حاجه يا ابني، قول بقى اللي عاوز تقوله وخلصنا. انا هقول اهو يا استاذ، هو لما دخل الاوضه ولقى ابن خالتها قاعد معاها، وانا زي ما قلت لكم ان خالته اللي هي تبقى حمت المهندس اللي هو كان ساكن عندها وهو تلميذ في كليه الهندسه اللي هي تبقى امها يعني، كانتش موجوده. وهو طبعا كان عارف ان هو ابن خالتها كان خطيبها قبل كده قبل ما يتجوزها هو. لما دخل الاوضه فضل ابن خالتها قاعد معاها، فراح باصص له كده بص لها كده بص له كده وراح بص لها كده، راح متنرفز وراح راجع لورا خدها ثانيه روح تطلع. وبعدين الستاره نزلت كرم عملت والله. وربنا ما انا فاهم حاجه. يعني عجبتكم؟ جدا يعني كويس ان شاء الله. يعني هتبعتولي؟ عند ابن خالتها. طيب سلام عليكم. مع السلامه. سلام عليكم. سلام عليكم. مع السلامه. حاجه فرطة اوام اوام. هتخربوا بيت الله يخرب بيوتكم. دلوقتي تفرج. غيره. نمره اتنين سوسو كوبر. أرمان. نعم أرمان. إنني أحبك يا أرمان. نعم أحبك بعلاقتك. أحبك يا حبيبي. الدرس ولي عامل زي سحاب الجبل. أيها الفارس الجميل، أيها البيكان، إيه ده؟ قل له إنني أحبك. قل له أرمان إنني أحبك. انزل اطلع بره بره. مش قادر. أنا لن أخرج من هنا. لا بد أن أمثل. والله لأجيب لكم العسكري. أمه أمه هيا أمه 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 استنوا لما تيجي المزمزيل بطه تفرزهم بمعرفتها، بلاش خوت الدماغ. انا كان مالي ومال السيما كله منك انت، انت السبب. صحيح من ساب كارو وطل مقداره. السلام عليكم. عليكم السلام. جبت الرهن يا اخويا؟ طبعا. فين؟ اهو الرهن اهو. ما يا لهوي معزه. ايوه مال، انما ايه؟ معمل البان متحرك. يفرجها عليا واعمل بيها ايه دي؟ اوعي تعملي بيها حاجه، دي تخليها عندك رهن لحد ما ارجع لك البدله بتاعتك. وان ما رجعتهاش لنادي. لا ما تخافيش، دي لازم ترجع لنادي، لانه لو رجع وما لقاهاش هيذبحني ويعمل لي نينفا. هو مين؟ صاحبها. صاحبها؟ لا انت سارقها. لا 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 لا، انا قصدي يعني صاحبها الجدي يعني حاكم، عشان هي معزه فهو بيعزها قوي ولازم يرجع من الشغل يلاقيها. شغل؟ جدي وبيشتغل؟ مال جدي كسيب بيكسب برسيم ومعرق كبيره. الله يحفظك. طب اتهبب، خش البس وسيب الهجمه اللي عليك دي اكمل طرها. طب استلمي ذوبه. هات يا اخويا. يلا يا عزيزه تاخرنا. ايوه يا بنت جايه اهو. الله، شفتي الجواب ده عزيزه؟ شفته، ده من المجنون اياه. طب وما فتحتوش ليه؟ وافتحه ليه؟ ده انا نفسي افتح دماغ اللي بيبعت الجوابات دي. الله الله، ايه ده كله يا استا عزيزه؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ حته مجرم وسافل. صورني الصور دي كلها امتى؟ ايه بقى معقول يا عزيزه يصورك كل الصور دي وما تعرفيهوش؟ والله العظيم ما اعرفه ولا شفته ابدا. خلاص يا ستي اديكي هتشوفيه.
اشوفه. ايوه مديكي ميعاد في الجواب، هيجي يوم الخميس الساعه 10 في الكافيتيريا. الله، يعني النهارده تلاقيه مستني على نار بقى كده. ايوه يا ست، عشان يديك النيجاتيف بتوع الصور ويعرفك على نفسه، والاشاره ورده حمراء في علوه الجاكيت. يا اختي عليه، ان ما سلمته للبوليس. وانا ايه البوليس؟ ده انا هوديه الاسعاف ان شاء الله. ان ما سيحت دمه وخليته كله على بعضه كده احمر بالورده اللي هحطها على الجاكيته بتاعته، ما بقاش انا عزيزه. برافو عليك، اتفضلي. وحياتك انت يا سمير، دي بتحبني حب؟ بطل سرحان بقى. يعني هي كانت قالت لك؟ لا، انا هي اللي قالت لي. نظراتها، طريقتها ويا جبال القهوه الساده كل يوم. وكمان بتشرب قهوه ساده؟ امال، عشان تعرف ان انا وقفتك. ثم ما تنساش دول العفاريت، دول هم اللي هيخلوها ما تقدرش تتكلم كلمه واحده. وريني كده. يا نهار ابيض، ولا بص وراك. بابا بابا بابا. مين بابا؟ يلا بينا. ده تقول بلا بوظ بالضيافه. يا فندي، يا غلام، يا شاطر. بابا يا بطل، نسيت مفتاح الشقة. معلش هفوت عليك ياخدك ونروح سوا، وإذا عوزتي حاجة أنا في الشركة. طيب باي باي. مع السلامة. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ كمان شوية، أصل مستني حد جاي. نعم. ما شفتيش واحد حاطط ورده حمرا في صدره؟ هو انت اللي مستنيكي؟ ده ما رضيش ياخد حاجه وقال انه مستني حد جاي. هو فين؟ اهو هناك. ايه ده؟ انت مجنونه؟ يا خبر، أنا أسفة يا مدام، أنا أسفة. نعم، أي خدمة؟ طلبات السيادة. متشكر أوي يا عمور، أنا مستني واحد صاحبي وقايم على طول. بقى كده، يعني خفت وعملت أرنب يا جبان. أرنب يا جبان؟ ده أنا؟ لا خالتك، يا قليل الأدب يا مجرم يا بجح. إن ما كنت أعلمك الأدب ما بقاش أنا. حصى عليك وعلى تربية الجرسونة شلق. انا جرسونة شلق؟ طب خد. حي كده توريني يا وريكي. معلش يا استاذ، معلش. انا لا يمكن اتابعها. خلاص خلاص، لازم اتابعها عشان خاطر. معلش معلش، خلاص يا استاذ، خلاص. ما انا ضربتها ومش خلاص. Yeah.
يودينا ويرجع بينا. ده خط ثلاثة خط ثلاثة خط ثلاثة. وما نحب نخش السيما نروح أتمل الساعة ثلاثة والجرسون في القهوة يشوفنا الساعة عندك شايل ثلاثة. جينا الشركة عشان تظهرنا هنا في دور واحد مش في ثلاثة. نعمل عقد بتسعة جنيه في البيل من كل منا ثلاثة. ازاي مش هو اللي مصورني ده بقاله اسبوع بيراقبني. بيراقبك ايه؟ انا عارفه مجرم سافل قليل الادب. تصور يا بطه هجم عليا ونزل فيا ضرب بهدلني خالص. قمت جريت منه وخدت تاكسي وجيت على هنا. هات المفتاح. يا خبر جيت من لبنان لحد هنا في تاكسي؟ مش قلت لك بلاش تروحي؟ ايوه لكن اعمل ايه؟ ما هو انت قلت لي ما اعرفش كيك. ايوه يا فندم وترجاكي كمان وقال لي سيادتك انه مستعد يدفع قدهم مرتين. بطه رأي يا أستاذ هنكمل ولا لا؟ لا خلاص مفيش مسابقات ولا حاجة. هقفل لكم حاجة في الفيلم ده. الست سعاد حسني أصلها وصل. مع السلامة مع السلامة. لا لا يا جماعة أنتوا فهمتوا غلط. دي مش مدام سعاد حسني، دي عزيزة. عزيزة؟ عزيزة مين؟ عزيزة بنت خالتي. الأستاذ المنتج يا عزيزة، الأستاذ المخرج، الأستاذ مدير الإنتاج. يا خبر أنا آسفة أوي يا جماعة، عن إذنكم. رايحة فين؟ خلاص هي دي. هي إيه؟ هي دي اللي هتلعب البطولة. أمّا يعني هتشوفني؟ طبعا مش قلت لك دلوقتي هتفرجي. يا ريت يا أستاذ أنا بتحايل عليها من زمان مش راضية. إيه الحق؟ بتقول لك مش راضية. راضية مش راضية هي دي. أنا قلت هي دي تبقى هي دي. كلموها فهموها اقنعوها. أمّا يا عزيزة اقنعي الشر الغريب. ولا قلت لها كلمة واحدة ولا قلت لها إيه؟ كلمة واحدة. بصيت لقيت المجنونة دي راحت داخلة عليا زي الطور. زي إيه؟ استبل على مامكو. نعم أفندم أي خدمة. مرسي متشكر. انا مستني واحد صديق. نعم بقى كده يعني خفت وعملت ارنب يا جبان. ارنب يا ايه؟ يا جبان. الله يحفظكم. واستغربت انا. استغربت ايه؟ انا لا انا. ولسه هسالها ايه الحكايه. يا لي الادب يا مجرم يا اللي ما تربيتش. انا لازم اربيك لازم اعلمك الادب. وراح اقطع لي البدله ولما البدله تتقطع يبقى راح عليا ايه؟ لا المعزه. ألف مبروك يا عزيزة، خلاص وفيتي. أنا متأكدة أنك هتبقي النجمة الصاعدة التي لا مثيل لها. صحيح يا بطة؟ أنا كمان أقدر أقول ألف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. أستاذ محمود ألف ألف مبروك، خلاص عزيزة وافقت. وافقت؟ أيوة. أمال يا أستاذ أنا أقنعتها هنا في مخ مش فردة جزمة. عال عال الحمد لله، يعني لقينا البطل والبهاء. ألف مبروك يا أنسة. الله يبارك فيك يا سعادة المخرج. يلا إلى العمل، ملابس، مكياج، كلاكيت، بطي. يا راجل عقل وانا مقفل. انا لازم اربطك مكانها لحد ما تيجي. من فضلك انت مش بتكلم الواد فتحي جارك الغلبان؟ لا انت بتكلم الاستاذ فتحي النجم السينمائي المشهور. وانا مالي ولا الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ ما انا ما اقدرش اعيش والحبل ده يكون فاضي. يا انت يا المقفل. اخديش عيب. قلت لك الواد لطيف زمانه جاي وجايب لك معزتك المصومه. طب وان ما جاش؟ ادفع لك ثمنها. مش هتكون 100 جنيه حبيبي. يا النبي ولا 1000 جنيه. انا بيع زومه. ده اشرق دي مزايك يا استاذ. وانا مش هسيبك الا اذا كانت المعزه. اهي زومه حبيبتي. مره ثانيه هتحط ايدك عليها وهشرحها. طيب. تعال يا حبيبتي تعال تعال. انا بيع حقاق. يلا بقى يا استاذ شريف حمدي. شريف حمدي؟ طبعا. ده لسه اسمك جديد ولا ايه؟ يلا بسرعة عشان نلحق نشتري لك بدلة تروح بيها لنادي حفل التعارف اللي بينك وبين البطلة. أيوة البطلة. بس عمرنا كل حاجة تفتح النفس. ضروري. بتوع السيما بيدقوه مع الفرازة. يلا يلا لحظة أخر. هو أنت جاي معايا؟ مالي يا أستاذ. النجم المشهور شريف حمدي لازم يكون له ممثل صحفي. راجل له نفوذ زي حلاتي. اتفضل. ورايا. اي 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 ما تتكتوش كده يا بطه. مقصوف الرقبه ده زرقني حته زود لسه بيوجعني لغايه دلوقتي. فين هنا؟ لا هنا. اي اي ما تتكيش كده. اه يا ناري لو اشوفه تاني. سيبك بقى من الحكايه دي وخليكي في شغلك.
حفلة النهاردة مهمة جدا، أول مرة هتشوفي فيها البطة. أنت شفتيه يا بطة؟ النهاردة الصبح كان عندنا في الشركة. شكله إيه؟ يعني مش بطال، هو صحيح مش جميل قوي ومش حلو قوي، حتى تقطيعه مش منمنمة، إنما دمه خفيف. إنما بقى عليه حتة دين صاحبي عزيزة. يا لطيف موت. يا ست بطة طب بتقولي إيه؟ أنا ما قلتش حاجة، عايزة أقول يعني اتأخرنا قوي، قومي بقى البسي هدومك. أنا والنبي النهاردة مش عارفة مالي. بس بقى بلاش دلع، ده أنت النجمة الصاعدة التي لا مثيل لها من سواجدي. مين الدوا يا ابني؟ تحش بيها أهو. خدوا بالكم، أول ما يدخل البطل والبطلة تبدأوا أنتوا على طول، ها؟ ما تخافش. المهم بس يدونا فرصة نقول حاجة على بعضها، واحنا نكتسح هنكسر الدنيا، هنولعها حريقة. تكسروا ايه وحريقة ايه وتولعوا ايه؟ ايه الحكاية؟ بعدين تخربوا بيتي ايه تحش بيه؟ وطبعا الأستاذ محمود الفسخاني المخرج العظيم، مخرج السينما والإذاعة والتلفزيون والحاجات دي، ومن أوائل المخرجين، وكذلك طبعا الأستاذ بيوم المنتج، يعتبر الاثنين طبعا من أوائل رواد السينما، وباكتشافهم طبعا وجهين جديدين لعالم السينما، يعتبروا انهم ارسوا في قواعد السينما قاعده جديده. لا ده بفلوس الكلام ده. لا طب خلاص ورب يا فسخاني. لا مفيش حاجه. ايه بقى خلاص كل اللي يقوله جد. يا طيب عن اذنكم ايها الساده. حضرات الساده والسيدات، النجمه الساطعه جدا نوسة وجدي. النجم السينمائي الساطع المبرق شريف حمدي. ايه ده؟ فين تحط الطابون في الارض؟ باركي يا مغفل باركي. ايه؟ طب وفين تحط باركي في الارض؟ عددنا تلاتة وبكرة حنبقى تلات مشاهير، جينا نغني وجينا نهني ومن فرحنا قربنا نطير. نتمنى لكم أحب عملكم. يسعدني أيها السادة والسيدات أن أقدم البطلة للبطل. عزيزة عبد المتجلي سطوحي ما عرفش يقعد كويس. ما تتعبش نفسك يا استاذ قفيش، مش هشتغل برضه. البند الاول يقر الطرفان انه لا مش ده، البند الثاني اذا حدث لا مش ده، البند الثالث في حاله ما لا مش ده، البند الرابع
إنه في حالة ما إذا ليس حيث يا خرابي وإذ لربما في ذا البند الخامس إذا أخل أحد من الطرفين بشرط من شروط هذا العقد فإنه يلزم بدفع مبلغ 5,000 جنيه إلى الطرف الآخر. وبعدين فقفيش ابن حفيظة ده بقى. ما حق يا عزيزة، ما هو إذا ما اشتغلتيش طرف هتدفع 5,000 جنيه. منين؟ وأنت خلصتي برضه هشتغل قدام الجربوعة ده؟ يا حبيبتي تشتغلي ما تشتغليش ليه؟ وتغفيه وتبرزيه لحد ما هو يظهر. ينوي إنتاجك. طيب ما دام أنتوا مطمئنين يا كولا انا هخليه هو اللي يقع 5,000 جنيه. حق الاعتراض. ما تخليش تسكت انت راخر. البند الخامس اذا خلى احد الطرفين بشرط من شروط هذا العقد يلزم بدفع 5,000 جنيه. تفضل. البند السادس في حالة وقوع اي خلاف بخصوص هذا العقد يحال الامر الى المحاكم المختصة. تفضل. البند السابع في حالة إخلال الممثل بهذا العقد يلزم برد جميع الملابس التي فصلتها له الشركة بما في ذلك الملابس الداخلية والأحذية. توص ملابس داخلية؟ ده بيقول الملابس الداخلية هنمشي عريانين ولا إيه؟ خلاص ما تتقفيش، خلاص الأستاذ حيوافق يعني أنا هخليه يوافق. شكرا. ناس ما تجيش إلا بالعين الحمراء. بحق الله ده أبو ليه؟ طب أنا شغال خالص وطز فيك انت والمنتج بتاعك. عيب يا استاذ انا بهزر معاك. خلاص خرج من قدامي. خلاص 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 الحقني. شكر. انا هروح ابلغ الشركه بالخبر المبهج ده. سلام عليكم. مع السلامه. تفضل. هذا اخي انا نسيت ال انت لسه هنا؟ الله. خلاص بقى فك. اشتغل الفيلم. اشتغل ايه؟ انت ازاي عايز نشتغل قصاد واحده مجنونه زي دي؟ انا خلاص قررت ان اقبل وظيفه عميل استحاري بلا سنه ولا ركان فارغ. وهيدوك كام في تعميل استحاري؟ هيدوني 20 جنيه في الشهر. يا سلام. وهتدفع 5,000 جنيه منين؟ هقسطهم كل شهر 2 جنيه هي شغلانه. تقسطهم بقى على 200 سنه. افرض. اسمع انت تشتغل الفيلم وتزهقها في عشتها لغايه ما هي اللي تسيب الفيلم ويدفع 5,000 جنيه. جدع يا وتبقى فرصه انتقل منها وطلع على الدخل القديم والجديد. ايه ده؟ هما جابوه هنا كمان؟ طبعا لازم يكون لكل واحد فيكم شقه مفروشه شيك. البطلة التي لا مثيل لها والبيت اللي خضر ده يعني هيقرفنا هنا في الاستوديو. بالعكس ده احنا اللي هنبظظ عينيه. المعسلة يا بطاطا ماشى 38 اول مرة. يا ماريا ولا اصلك الماضي. يا ماريا ولا مانجا مستوية. يا ماريا ولا مثلا سمسمية. يا ماريا اي حاجة والسلام على وزنية. يا ماريا يا شكيتا يا بوليكا المليولية. يا اللي ربش عليك الدراسوبية. يا ماريا انت ايه؟ تطلع ايه؟ انا
استيفانو 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 اسمي ديستي وابوها فعلو عنده مصمت يلا نمسك نظارية نظرة منك خلاص انتو البطارية يا سيدي عشان يبقى المنظر طبيعي لا ده عشان تخربوا بيتي وين تعاطب وراسك ده يا سيدي عشان ما اخدش رطش الدور بقفايا يا بني ادم ارمي الزفت دي كلكوا داهيه خلونا نعمل لنا تصويره واحده في الفيلم تصويره اسمها شط يا معلم شط ما شط ما تفتحناش يا سيدي اسمها شط 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 ايوه شط تاخدكم كلكم جاكوا داهيه ايه ده بقى جاكوا داهيه انتوا هتخانقوا مع بعضيكم كمان فركش 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 يعني ايه يعني ما فيش شغل يعني ما فيش شغل وكمان بنت انا قلت انا ما فيش شغل يا زلمه بس الاستيكه اهي اما مسحتك مس وانا هشتريلك خيشه عشان امسح بيك البلاطه طب انا بقى اللي بليتك ما بقاش انا وانا ربيتك ما بقاش انا خلاص خلاص يا جماعه خلونا في الشغل بتاع بكره امال اتفضل شوف يا ستي المفروض في الفيلم انك توتي وانت صغيره والحيوانات هي اللي ربيتك ايه يا سلام قصه هايله قصه طبيعيه مش احسن ما كنت ما تربيتش خالص زيك خلاص يا جماعه مش وقته في واحد عالم لقاكي وجابك في الطياره انت واخواتك وجاب معاكي كمان الغوريلا اللي هي ربيتك في كمان شوية كلاب أو ما حيلاقوك نازلة من الطيارة حيرحبوا بيكي ضروري واجب عليهم مش قرايب البطلة وديني يا خرشينك بقى خلاص 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 والكلاب دول هيكلموكي وتكلميهم أكلمهم إزاي أنت رخم أهرب يعني مش قصدي يعني أو ده كل الشغل بتاع بكرة طب مش افرض الكلاب دي تعورني لا لا أبدا أبدا دول كلاب هاديين جايبينهم إحنا مخصوص علشان كده وسرقت لك كمان منديلها أيوة. عشان تشمموا للكلاب المتوحشين اللي حجبهم عشان اللي بيهجموا عليها يعملوا الواجب ضروري يا طوع حتك يعملوها كفته يعملوها بسطرمه هم نظام طبعا اما اشوف انا ولا انت يا بتاعت اتنين بيره ومزتهم وصلحوا خد بالك عاوزك تصوره بصوره كويسه علشان هنشرها بقى في جرايد بكره بالدعايه عن الفيلم تحت اسم قرزانه القرن العشرين طبعا طبعا ما تخافش يلا حط الفلوس على المخده لما تنزل مش انا مش انا مش انا يلا
كله جاهز؟ خلي بالكم هنصور لك مطير. طيب المعسلة يا بطاطا 7-5 أول مرة ما شافوش احنا جماعة علينا شجاعة وقوة تخلي الصخر يبوش تحت الغابة وأي عصابة هيصوم بيتنا تلاتة قروش تحت الغابة وأي عصابة هيصوم بيتنا تلاتة قروش احنا تلاتة تعتا احنا تلاتة تعتا احنا تلاتة عددنا تلاتة شيء. انما تعرف فتحي انها صعبت عليا. صعبت عليك؟ ازاي تصعب عليك واحده شايله زي دي؟ ده انا لو طلتها بين ايديا هقطمها بيتخبطني. حاجه غريبه قوي يا اخي. اللي انا عايز اعرفه ايه السبب اللي خلاها تتخانق معاك في الكافيتيريا؟ ما اعرفش. من قبل الطاقه كده. هبت فيا كده زي ما انت على المترونوز وهات يا شتايم لقلبك يا حبها. لكن معلش انا هعرف اربيها ازاي. يا ربينا. على فين؟ اروح اشوفهم عايزين مني ايه في الشارع. الو؟ لا يا سيدي، الانسه نوسه بخير والحمد لله، جت سليمه طبعا متشكل. ده مش معقول ابدا، كل ثانيه تليفون تليفون كلهم بيسالوا عليها. مال يا استاذ، الخبر عمل ضجه، قنبله فنيه هنا في مخ. امال كان فين مخك ساعه الكلاب منط وبوظ الشغل؟ طب ما انا في يا اخي ده انت فرد عيله منك قد كده يا ريت. بس لو اعرف مين اللي جاب الكلاب دول. انا وصلت. اهلا يا استاذ فتحي، اتفضل.
نعم تحت امركم. شوف يا استاذ فتحي. ايوه انت بتستعد للسفر بكره لاسكندريه ان شاء الله. اسكندريه؟ ايوه اجازه ان شاء الله. اجازه هو احنا اشتغلنا حاجه يا ابني لسه؟ احنا عندنا تصوير خارجي اكستيرير. ايوه بعد ما شفت البطله وحبيتها ولا سالتش فيه هتنتحر. نعم يا اخويا انتحر؟ لا ده بعدكم انا جاي امثل مش جاي انتحر. السلام عليكم. استنى ده تمثيل تشخيص كده وكده حنمور. كده وكده. طب وما تهنش في مصر ليه؟ لازم انتحر الصيف يعني. بقول ايه يا اسطى؟ نعم نعم بقول يعني مش ممكن يطلع فوق عماره عاليه من بتوعي ويحدف نفسه ولا يجيب حديده يفتح بيها نفوخه من غير سفر وبدل سفر والبلاوي المتلتله اللي فوق دماغي دي. يا معلم انت عاوز تودينا في داهيه؟ السيناريو بيقول كده. السيناريو فلقتني بالسيناريو بتاعك ده. السيناريو الحدوته يا معلم الحدوته بتقول ان هو لازم ينتحر ويرمي نفسه في البحر. لا ما اعرفش اعوم جاي زغرق. طب عليك استنى امشي احنا عاملين ترتيباتنا ما تخافش ده شغل سالمه الله كان مالي ومال السيمه. صحيح من ساب كاره اتقل مقداره فعلا. فرصة وهعرف انتقم منه. صحيح ازاي بقى دلوقتي هتشوفي مش انا اللي هنقذه؟ بس انت ما تعرفيش تعوم. قلت للاستاذ محمود وانا عبيطه برضه عشان اقول له دي فرصتي استنى عليا. خد بالك بقى استاذ شريف واخد بالي من كل حاجه بس في حاجه واحده عايزه افهمها. ايه هي؟ مين اللي هينقذني لما اقع في البحر؟ ودي عايزه سؤال يا استاذ. طرزانة طبعا. طرزانة؟ نوسه. ايوه اظن مش ممكن ابدا. مش ممكن ازاي يا استاذ؟ المنظر عايز كده. منظر ايه؟ تعرفي تروحوني؟ وماله يا سيدي؟ ده شغل سيمه. سيمه سيمه؟ اخويا مش لاعب. سامع ايه؟ تعالى بس هنا نتفاهم. مش المخرج غير المخرج ولا بلاش خلوه في البحر ما يورينا شطارته ويخرج نفسه امال من قلب البحر. يا توعى المخرج يا جبان يا خواف. وانت مالك انت بنت؟ انت بنت؟ بنت انت بنت؟ انا بنت؟ وستين بنت كمان؟ تنهرف منيل؟ عايز ايه يعني؟ مش ناقص الا انك تضربني كمان. خالد بضرب ايه شدتك كمان؟ طب وديني لحنتك في الميه. الحقونا أغرق. وانا كمان رايح فين؟ انزل انقذيهم. انقذ مين؟ ها؟ هو انا اعرف اقوم خالد؟ يا خبر اسود. وبعدين؟ دول هيغرقوا. هم مين دول اللي هيغرقوا؟ دول انت مش عارف مخرج اخرجنا من الميه وطلعت ما بتعرفش تقوم ومحدش انا بيعرف يقوم ولا انت ولا انا كده. طب دي فرصه ما تنزل انت تنقذهم وفلاحتك يا فاهم. يا عالم يا روح خلوها تنزل بطير. انت مستني ايه؟ صور الشريان ده بار بار بار. مش المنتج غير المنتج وخد البطلة معاه في البحر. مش عرفنا ما يمكن كان زعلان وقالت له اشرب من البحر. Wow.
يرحمكم الله. كويس كده يا ست نوسه، مش كنت تقولي انك ما تعرفيش تعومي بدل ما ناخد الانفلونزا وراجل يروح في شربة مية؟ ايه؟ ايوه، عشان يبوظ المنظر ويروح علينا يوم بحاله، سفر وبدل سفر وقصة اكل. انا كان مالي ومال السيمة. انا في ولا في دلوقتي يا عم يوسف؟ ايه؟ طيب الهوس محمود اتنين بس؟ لا دول 12 بس، دول عينة. طب سلمهم لأفيش. شكراوي طب كنت بالك من يرقص أفيش، احسن حد لو لعب فيهم هيفرقعوا. يفرقعوا يا خبر السوء. تمام ايه دي؟ لازم بتوع مشهد القرصان. لا ولا قمصان ولا شربات. كل اللي اتصور لغاية دلوقتي خسر بسبب خناقاتهم مع بعض. مفيش تصوير ولا أي حاجة إلا إذا اصطلح البطل مع البطل. مش ممكن، ده من ربع مستحيلات. في انا اصطلح مع دي. والله يا شيخ عايزك تكون بينا. لا كنت هتوديني في داهية. وانا لا يمكن اشتغل مع دي. انا اللي لا يمكن اشتغل مع ده. والعقد بلو اشرب ميته. والبند الخامس مز بيه. انا ممكن اقبل حد يهددني. وانا كمان ما يهمنيش. ايوه ما يهمناش، وابن كوتش الكلام ده. ما تروح الفيلم على اصحابه بقى. وفلوسي طز فيكم بفلوسك. يلا بينا يا نوسة. يلا. ايه ده؟ انت ازاي تحط ايدك على كتفي يا بارد؟ اوعى كده. ما تروح الفيلم على اصحابه وعلى ابطاله. عجبك كده؟ ما تخافش يا استاذ، انا برضو هعرف اصلحهم. هنا في مخ يا استاذ، مش فرد بجزمة. بتقول ايه يا اخويا؟ ايه؟ انت مش هتبطل افهم. عاوز تقول ايه؟ انا لا يمكن اشتغل مع المتوحش ده تاني ابدا. وانا موافق. ايه هتغيروه؟ طبعا طبعا هنغيره خالص. من النهارده هتلاقيه انسان ثاني خالص. ازاي بقى؟ هيجي لحد هنا ويعتذر لها بنفسه. يعتذر؟ ده بيعرف يعتذر ده؟ انت بيتهيألك يا استاذ قفيش. بالعكس والله، وحياة بابا ورحمة خليل. خليل مين؟ ده واحد معرفوش، انه كان بيكلمني من جوه قلبه وهو بيعرض عليا انه يجي يعتذر لها هنا بنفسه. هو اللي عرض عليك كده؟ ايوه. يبقى مقلب جديد. لا ابدا، المرة دي بقى عليا انا. ها ايه رأيك؟ طيب خليه يتفضل. انا قلت مش ممكن، يعني مش ممكن. انا قررت ان اعمل وظيفه عمير الصحاري، وحسيب الفيلم متدربك على دماغ اصحابه. ايوه هو حسيب الفيلم متدربك على دماغ صحابه. ما تخرس انت. طيب خساره، هي كمان هتسيب الفيلم. هتسيب الفيلم؟ مش عاوزه تشتغل في الفيلم وانت زعلان منك؟ يعني ايه؟ ايوه يعني ايه؟ يعني عايزه تشتغل وانت يعني متصالح معاها. خلاص هي اللي تيجي هنا تصطلح. ما تخرس انت. طيب يا اخي معقول برضه واحده ست تيجي تعتذر للراجل في بيته؟ لا مش معقول طبعا. لكن انا لو كده اروح لها تيجي هنا ورجلها فوق رقبتها. ده انت لو شفتها وهي بتعيط علشانك. بتعيط علشانك؟ يا سلام، انا طول عمري بقول عليها انسانه طيبه وبنت حلال، مش كده لطيف؟ لا يا شيخ، انت لازم لها هنادك اكتر من مره ومن غير سبب. صحيح، دي واحده شايله مش متربيه، تعملها ايه؟ اغفرك. والله لو كنت شفتها وهي عماله تكلم خيالك وتقول فتحي فتحي ما اقدرش اعيش من غيرك يا فتحي، كان قلبك يضرطخ. بالدرجه دي؟ خلاص انا هروح لها ورجلي فوق رقبتي. الليله الساعه 8 هكون عندها. هو ايه ده الليله الساعه 8 هكون عندها؟ اخرس انت. طيب بس كده بقى اروح ابلغها الخبر السعيد ده. عن اذنك. لا بسرعه يا ولدك. يا فيش لان غيرك مفيش. احبك. ايش خلاص هتروح لها صافي يا لبن؟ وايه المانع يعني؟ اما صحيح راجل اهبل ما فيناش فينا راحه. تروح لها ازاي يا استاذ؟ دي 100% محضره لك مقلب. مقلب؟ ده انا ابو المقلب. ايه عملت ايه؟ اتنين هم زي ما طلبت، بس الهنج بتاع الاكسسوار احنا عايزينهم عشان ايه؟ طبعا من اي هزه يفرقعوا. بس انا خايفه لا يفرقعوا في وشنا ولا حاجه. ما تخافيش يا شيخ، دي قنابل بتاعت سينما. اسمعي، احنا نحطها في النجفه دي ونهزها بشويه تروح نازله على فوق ومفرقعه. لا لا، نجفه ايه؟ انا مضبطه كل حاجه،
تعال شوف يا ستي، هنحط واحدة تحت الكرسي ده، وأول ما يرم تروح مفرقعة فيه على طول. مش عارفك يا ناصحة انه هيقعد على الكرسي ده. أمال أنا طلبت اتنين ليه يا روحي؟ عشان نحط واحدة هنا وواحدة هنا، إذا ما عادش هنا هيقعد هنا. هيلة يا عزيزة، برافو عليكي. يلا بقى شوف الشغل قبل ما انبسان، حسن زمانهم جايين. أشوف. إيه؟ خلاص يا ملطف؟ إيه يا سيدي. طب بعيدها عني، بعيدها عني. ما تخافش. دي بقى لا يمكن يحصل لها حاجة لما تشد الشريط وتفتح العلبة. وبعدين بقى قلت لك ما تخافش. أنا واخد بالي كويس. المهم بقى تخليها هي اللي تفتح العلبة. طبعاً. أول ما تشد الشريط. أجري أنا. طبعاً. لا تكون وقت مكان بعيد. طب خلاص فهمت، بعيد عني بقى، أبوس إيدك. بعيد عني. أنت جبنبي. أنت جبنبي شاب. دلوقتي بقى تروح تكمل لبسك عشان الساعة بقى 8. قطع خلاص كله مظبوط. طب اقفلي الكبسونه والنبي. ايه ده تضحكي على ايه؟ على منظره لما القنبله هتفرقع في وشه. طب هو يا نصحى بقى تنسي وتقعدي على الكرسي ده ولا على الكرسي ده؟ معقوله؟ لازم هو اللي وصل. مساء الفل. هو حضرتكم؟ امال احنا جايين نطمن على الصلح ماشي ازاي؟ كله تمام يا فندم. امال يا فندم ده تكتيك؟ تقول يا واد كتكيك؟ تكتيك يعني خطه مرسومه. اهلا وسهلا. اهلا ست الكل. لا لا كتكيتك مرسوم قوي، باين عليك هتفلح النبادي. طبعا يا استاذ طبعا، هنا في مخ مش فارق الجزمه. دلوقتي شوف بعينك. اتفضل نشرب فنجان قهوه على ما يوصل ونطمن. اتفضل. لا احنا معروف اوعى تقعد. ايه اللي اوعى اقعد؟ ايوه لحظه تفرقع. الاسود هي اللي تفرقع دي؟ قصدها الانبوبه. لا لا قصدها عليا انا اللي هفرقع من الغيظ، اصلي مستنيها على نار. دي كتكيته مولعه قوي. امال واحنا برضو نسيبهم لوحدهم احسن، نستنى اول ما يوصل نمشي على طول. اتفضل. لا 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 ايه دي كتكيتها زادت قوي. ما هو الاحسن طبعا يجي ما الاقيش حد هنا علشان يحصل كلام عتاب. وصل. طب اتفضلوا انتوا بقى علشان ما الاقيكوش هنا. واجب بس اول ما يستلحوا تدينا خبر على طول. طبعا طبعا يا فندم. لا بس مش من باب ده، من باب المطبخ. ايه الكلام ده؟ دي كتكتها زادت قوي يا باغي. ايه الحكايه مطبخ يعني ايه؟ يا سيدي من باب المطبخ، من باب الحمام، من باب العشاء، مش مهم، المهم نصلح ونخلص. اتفضلوا من هنا. علي النعمه ما انت جاي تهضر بيها. انا لا كان هادي وما لي سيمه. قدامي يا شباب. روح انت اوضه النوم استخبي، انا هفتح له. اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. اهلا اهلا. ممكن ادخل؟ اوي اوي ولو انك دخلت خلاص. ارجو انك ما تكسفينيش. ايدي ابدا. تورتايه بسيطه كده مش قد المهام. متشكره اوي. تفضل تفضل. ايدك لطيفه اوي اوي اوي. متشكره اوي. نوسه انت مش هتفتحيها؟ هي ايه؟ التورتايا. طبعا طبعا. دي هتعجبك موت. سوري التعب ده بس. يا ستي ان شاء الله ما حد حوش. يا ترى شوكولاته ولا كريمه؟ مش هقولك. إيه؟ افتحي وانت تعرفي. Oh, my God.
الوزه بتاعته. بسم الله الله اكبر. اهلا وسهلا. ايوه هو كمان كاسين بقى علشان يتهيألي ان استني بس.
يا عزيزه. لا يا فتح، جرالك انت حاجه؟ لا ابدا، بس البدله كرمشت شويه. يلا بينا بقى من هنا. ايه ده؟ انت ازاي تحط ايدك على كتفي يا قليل الادب؟ يا نهارك اسود، بقى ده جزاتي. تسمح تقول لي ايه اللي خلاك تضربه؟ مش كان عايز يتليل بوسك؟ انت مالك انت يا بارد؟ حشري حشري؟ انا حشري؟ طب والله ارفع على دماغك القديم والجديد. ايه؟ طب خد بقى. جيت يا حلوه. لا لا تعيد. انا وراك والزمن طويل. طيب عفريت عفريت. ايه اللي انا قايل لك اللي عمل فيك كده؟ شرطه المهببه. مش معقول ابدا. تصوري حالتي ساعة ما مسك فيا وعاوز يبوسني بالعافية. مين فتحي؟ لا السكران. وباسك؟ ملحقش، بقيت عمالة اطرب فيه وخايفة اصرخ احسن يسمعني. مين السكران؟ لا فتحي. وبعدين؟ ولا مين؟ اتاري صابونة وقعت على الأرض، اتزحلقت أنا، سمعتني. مين عزيزة؟ لا، اللي بتستحمى. لكن أنا بقى كنت فاكرها هي ومستخبية. مين اللي بتستحمى؟ لا عزيزة. أول ما افتكرتني جوزها وابتدت تكلمني. مين عزيزة؟ لا، اللي بتستحمى. أيوه. جيت أخرج ألاقي لقيت جوزها في وشي، رحت نطت من الشباك، سمعت صرختها. اللي بتستحمى؟ لا عزيزة. وبعد ما ضربوا راح مقرب لي وحط ايده على كتفي وخدني في صدره. السكران؟ لا فتحي. وبعدين قال لي بكل حنان، جرالك حاجه يا عزيزه؟ قلت له لا يا فتحي. قال لي طب يلا بينا من هنا. وعملت ايه؟ في الاول ما كنتش عارفه اعمل ايه. اهلا وسهلا، ده وصل. مين؟ فتحي؟ لا يا حبيبتي، كيوبيد ملاك الحب يا روحي. حب؟ انت اتجننتي؟ بقى انا احب ده؟ احبها ازاي يا جدعان؟ وما ضربت السكران ليه؟ مش كان عايز يبوسها؟ طب وانت مالك؟ مالي ازاي؟ دي زميلتي برضه، ده كان بيتهيألي قبضه في صبر رقبته، اخلوقه اشرب من دمه. بس يبقى انا فهمت كل الحكايه. حكايه ايه؟ شوف يا سيدي، في نظريه بتقول ان الكراهيه زياده عن اللزوم عباره عن حب معكوس، زي ما تقول كده حب بس على الشمال. ايوه، نزوغ من الكمساري. اول خبطه تيجي تعدله يمين على طول. يعني بيتهيألك ان انا ارجوك يا بطه ما تنرفزنيش بقى. يا ترى مين اللي جه؟ لازم هو. اوعى تفتحي له. احسن احسن ايه؟ مش يمكن جاي يعتذر لك؟ يعتذر لي؟ مساء الخير. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ الانسه عزيزه موجوده؟ عزيزه؟ عزيزه مين؟ بتستغربي يعني عشان ما بنسالش نقول موسى؟ اصلنا بقى معرفه قديمه. ايوه، من ايام الكافيتيريا. اهلا مدموزيل عزيزه. اهلا وسهلا. انا ممدوح بتاع القهوه الساده. ايوه، لكن خلاص بطلت القهوه الساده والجوابات الغراميه والورد الاحمر. الورد الاحمر؟ هو انت؟ ايوه. وتفضلي دول كمان عشان تصدقين، بس ناقص واحده مش عارف وقعت مني فين. لازم اللي وقعت في الكافيتيريا. جايز، بس احب اقول لك حاجه، انت زي ما بقيتي ممثله مشهوره انا كمان هذاكر وانجح وابقى مهندس عظيم. سعيده. وانا كمان سعيد. سعيد. شفتي مقاصيف الرقبه؟ يا خبر يا بطه، ده انا ظلمته ظلم. عشان تعرفي ان بعض الظن اسم. انا لازم اروح اعتذر لك. لا تروحي. مين؟ ما يصحش، انا هروح اجيبولك لحد عندك. هتجيبيه ازاي؟ مش هيرضى يجي. مش شغلك. هنا في مخ مش فردة جزمة. الشهادة لله، البنت عزيزة دي تتحب. يا صحيح تتحب تتحب، لكن قليل في الادب وطعمه وحلوه واموره وتتاكل حاف، لكن سفله تبقى فيها عايز احبها يا بني ادم. معلش، والنبي احبها، احبها عشان خاطر الله. ايه ده؟ مين ده؟ بطة. عايزة ايه تاني يا باي؟
ايه المقابله البايخه دي؟ عزيزه بتقول لك يا عايزاك في دقيقه صغنطوطه قد كده اهو، قد كده اهو قرب. ما لا بقيت تاني لما ضمنهولي قد كده اهو. لا والله ما فيش حاجه، انا اليوم كانوا عندها وانا قعدت بيتها تاني. لا لا ما تروحش. امال ايه؟ خلاص انت حر بقى. ايوه حر. ايوه على العموم هي قالت لي اذا ما كنتش انت عاوز تيجي يجي ده. طب اروح انا بقى. ولا تفرح. ايه انت بتقول لك عايزاني انا؟ ما انت خاف تروح. انا خاف؟ ده انا خلاص اروح لاهلها كمان. انا خاف. نعم افندم. استاذ فتحي. نعم افندم. تسمح؟ نعم افندم. تفضل. تسمح؟ نعم. اروح اعمل لهم ليمونادة؟ اشندم. انا بقول نعملها سوا، انا معايا الليمونة. انا اسفة جدا على اللي حصل مني، لاني ظلمتك كتير ومش عارفة اعتذر لك ازاي، لكن انا متأكدة انك قلبك طيب وهتسامح. يا خبر ما تقوليش الكلام ده، ده انا اللي اسف، انا اللي لازم اعتذر لك. لا لا لا، انا اللي غلطت فيك الاول. ده صحيح، لكن انت ست برضه وسفانه مني اني اسيء لك؟ لا يا فتحي، انا اللي غلطان. لا يا نوسة، ده انا اللي غلطان، انا اللي لازم اعتذر. لا ده انا اللي لازم اعتذر، انا قليل الادب. لا ده انا اللي قليل الادب. لا يا سيدي، انا اللي سافله. لا ده انا اللي سافل. الله، انا قلت انا سافله يعني انا اللي سافله، وما تحاولش تبرر غلطتي. خلاص يا ستي ما تزعليش نفسك، انتي غلطانه، انتي سافله. ايه بتقول؟ ايه انا سافله؟ وبعدين بقى مش انت بتقولي؟ ما هو اذا كنت انا سافله تبقى انت 60 سافل في بعض ومش متربي كمان. عندك حق، انا اسف، انا اسفك، انا ماشي. طب ما تمشي كده. طب والله لا انا قاعد. عطلة، نستنى سعاد حسني لما ترجع من بيروت. بعد التعب ده كله يا استاذ بيومي. تعب يا استاذ؟ احنا لسه صورنا في الفيلم حاجه. يا استاذي انت مش طلبت انهم لازم يصلحوا؟ اه هم خلاص يصلحوا، مش كده يا مزمزيل بطه؟ ايوه ايوه يا فندم مظبوط، مش كده يا استاذ لطيف؟ طبعا. ما هو بركه بقى في الاستاذ قفيش. شفت يا استاذ؟ البركه فيا انا اللي صلحتهم، عشان تعرف في قداري هنا في مخ مش فرد الجزمه. ها قلت ايه يا استاذ بيومي؟ نشتغل؟ اشتغلوا يا سيدي اشتغلوا، انا كان مالي ومال السيما. صحيح من ساب كار احنا عملنا بروفه السكتش كله ما عدا اللقطه الاخرانيه. اه اول ما السكتش يخلص هتروح داخل يا استاذ شريف مخلص البطله من ايدين الثلاثي وتروح ضاربهم. وضربها؟ لا تروح واخدها في حضنك وتروح بايسها. مفهوم؟ مفهوم قوي. طيب يلا بينا بروفه. بروفه ليه يا استاذ محمود؟ لقطه البوسه دي مش محتاجه بروفه ولا حاجه، احنا ممكن نصورها على طول. طيب زي ما تشوف زي ما تشوف، اتفضلي. بطي سكتش خدني معاك اول مره. واه
يا بوي وهوه يا بوي انا ليه يا حبيبي وهوه يا بوي لو عني غيب وهوه يا بوي لا يزورني ابن ولا جرح يطيب وبقالي يومين وهوه يا بوي محتار العين وهوه يا بوي بين قطر يودي وقطر يجيب والقلب معاه القلب معاه لو قال حنسى لو قال حنسى من غير سكاكين ما تدخلنيش عمر مجانين زي التانيين ما تسرحنيش بجوافة وكين ما تطفعنيش ولا جسم تخين 190 ما تلففنيش لفيت جارين وما تعمليش ودنك من طين والتاني عجين ما تذوبناش ما حناش نقصير ما تشبهناش بدل الشياطين حبني معاي حبني معاي وهوه يا بوي حبني معاي لجبن بنسافر حبني معاي وهوه يا بوي وهوه يا بوي وهوه يا بوي سواري طويل وهوه يا بوي تعب المراسيل وهوه يا بوي بس عبايني على المنديل وهوه يا بوي من غيره ما عايش وهوه يا بوي ولو انه ما فيش وهوه يا بوي اضرب وهوه يا بوي محتار عليك محتار عليك وحشاني عليك وحشاني عليك يا ما خدت تذاكر مش شباك يا ما خدت تذاكر مش شباك من غير كبريت ما تركبنيش 30 عفريت سفريت مفريت ما تكلمنيش بكلام حواديت ونويت ممشيش ولا بالشلاليت ولا بالنبابيت وانا ما تسيبنيش لاصباح فتفيت وما تنسفنيش بعيون ديناميت تبهت تهتيت ما تشبهناش بتلات خلافيت ما تعلقناش بتلات توابيت وهوه يا بوي وهوه يا بوي وعد ومكتوب وهوه يا بوي على القلب يدوب وهوه يا بوي وان طال الدوبة ما يرضى يتوب وياخدني بعيد وهوه يا بوي على سكة حديد وهوه يا بوي لو كانت يوم مطرح ولا تدوب صفرني كتير صفرها كتير صحرني كتير صفرها كتير ولا ولا طرد الورد غير الأشواق شفته لما قلتي بلاش بروبت البوسه مشي على طول بس انا كان قصدي ايه الاستاذ شريف دورت عليه في الاستوديو كله ملوش اثر انا مش قلت له يخربوا بيتي ده شغل ما ينفعش ابدا شوفوني هاتولي من تحت تعطيه الارض هيلاقوه فين مفيش فايده انا لقيته ماشي جيت وراه ما حصلتوش دورت عليه في كل حته مش لاقيه او لا مش عايز حاجه انا متأكدة انك عاوز وبعدين بقى ايه عزيزة ايوه انا هربت ليه سألت مني عشان مرضيتش اعمل البروفة ايوه
خفت الله. ما انا كنت مخليها للاخر عشان ما تلخبطش. عزيزه يعني قصدك والقنبله الاخرانيه كانت محطوطه مع التانية احتياطي ونسيناها. والخناقه الاولانيه اللي كانت هنا دي حكايه طويله قوي. تحب احكيها لك؟ بس دي هتاخد لها شهر. لا 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 مش وقته. في حاجه اهم. ايه؟ معايا اجي معاك فين؟ تعالي بس تعالي. انا عندي فكره يا استاذ. ايه هي؟ نجيب واحد بدل البطل ونلبسه هدومه ونصوره من ظهره ونخلص. يا شيخ روحي. نعم روحي. الفكره دي مفيش عيله. طبعا يا استاذ هنا في مخ مش فرد الجزمه. تمام تمام. انت هم رئيس سانوسه؟ انا سانوسه. ايه تاني؟ هرب التاني حاجه زي كده لان البواب بيقول شاف ابويا خارج. يا عالم يا هو. نعم مخ حينفجر. يا عالم والله انا مخ حينفجر يا عالم. مش معقول كده ابدا. ما انا عارف انتوا عايزين تخربوا بيتي. اتكلم يا استاذ يا ابو هنا. عيب عيب خليك محترم. انيسه بطل الحقيني اعملي معروف. قولي لنا شبهنا واحد فين. انا اقول لكم الانسه نوسه والاستاذ شريف زمانهم دلوقتي في المطار. مطار؟ ايوه اتصلوا بيا من هناك وقالوا لهم مسافرين يقضوا شهر العسل. شهر العسل؟ يمكن احب تموتي. طيب انا عارف انتوا عايزين تخربوا بيتي. اما التمثيل ده صعب بشكل. انا مش عارفه الممثلين دول بيستحملوا الروب ده ازاي. اغبياء شخط ومطر وسهر وتورته في الوش. على ايه يعني؟ بصوره تعمير الصحاري برقبتهم. تعمير الصحاري؟ طب واحنا هنقدر على وش الصحراء؟ اي حته نعيش فيها احنا الاثنين تبقى جنه. نعملها اردغانا. بس على شرط. اول ولد نسميه ممدوح ونرضعه قهوه ساده. وكانت بنت نسميها كافيتيريا. تعلن شركة مصر للطيران عن قيام رحلتها رقم 63 المتجهة إلى مرسى مطروح. فعلى السادة المسافرين التوجه إلى الطائرة فورا. شكرا. هنا هو في أشوف.